لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله رحمه الله تعالى: قال: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإزار هو الملحفة، والمراد هنا ما يستر أسفل البدن، ما يستر أسفل البدن، يعني الجزء الأسفل من أول كذا يعني سرة الإنسان أو نحو ذلك، إذا ستره بثوب يسمى هذا الثوب إزارا، يسمى هذا الثوب إزارا. فيقول: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله. ويقابل الإزار الرداء اللي هو بيوضع على الجزء الأعلى من البدن. ويدخل في الحقيقة في معنى الإزار الآن في هذا الزمان، يدخل في معنى البنطلون والقميص، يعني أحكام الإزار تتناوله هذه الأشياء. البنطلون تتناوله أحكام الإزار، القميص يعني الأفطان زي اللي أنا لابسه كده ده تتناوله أحكام الإزار. ليه؟ لأن القميص اللي لابسه ده عبارة عن إزار وحاجة زيادة فوق كمان معاه، بس الاثنين حتة واحدة، الاثنين حتة واحدة، ثوب واحد. فيشمل أحكام الإزار من جهة الجزء الأسفل، الجزء الأسفل منه. قال: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان إزار النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم الأسفل؟ قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. يقول أبو موسى رضي الله عنه، وإلا أبو بردة هذا هو ابن الصحابي الجليل أبي موسى رضي الله عنه الأشعري. يقول أبو موسى: أخرجت لنا، يعني أظهرت لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كساء ملبدا، كساء ملبدا. والكساء الملبد هو يعني شيء أشبه به يعني الثوب أيضا الذي كان يلبسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ملبدا يعني قيل مرقعا، وقيل ثخينا، ومن شد من كثرة يعني ثخانته صار كاللبد في جلد الحيوان، يعني الجلد بتاع الحيوان وعليه شعره بيبقى ملبد ملبد، فكأن الثوب ده من الصوف وتلبد تلبد. وقيل الضيق، وإن كان أقرب الأوصاف الوصف الأول والثاني، إنه إما مرقع وإما ملبد، يعني خشن ثخين وخشن. ودي الثياب دي تدل على يعني رخص ثمنها، ويعني زهادت يعني قيمتها. فهذا سيد الناس صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أفضل الناس وأعظم الناس صلوات الله وسلامه عليه. يقول: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، وإزارا غليظا. يقصد بالغليظ أنه خشن، إزارا غليظا يعني خشنا، يعني ما كانت
يعني من الأقمشة التي هي يعني من النعومة والليونة بمكان ونحو ذلك، إنما كان خشنا. قالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات في هذين، يعني يوم توفي كان لابسا هذين صلى الله عليه وسلم، الكساء اللي هو الملبد ده والإزار الغليظ اللي هو الخشن، صلوات الله وسلامه عليه. فيقول المناوي رحمه الله تعالى: أرادت أنهما مع ما فيهما من الخشونة والرثاثة كان لباسه صلوات الله وسلامه عليه بعد فتح الفتوح وفي أيام كمال سلطانه واستلائه على أكثر الأرض وقهره لأعدائه صلى الله عليه وسلم، لأن زمان وفاته زمان قوة الإسلام، ومع ذلك لم يكترث بزخرف الدنيا ولا بمتاعها الفاني صلوات الله وسلامه عليه. هو سيد الناس وسيد أهل الدنيا دينا ودنيا يومئذ، يعني هو كان يملك الدنيا أو أكثر الدنيا يومئذ، كان جيوش النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تفتح الفتوح الأمصار، ومع ذلك يموت سيد الناس هذا صلوات الله وسلامه عليه يوم يموت وهو يلبس هذين الثوبين الخشنين صلوات الله وسلامه عليه. تريد أم المؤمنين رضي الله عنها من ذلك أن تبرز للناس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خشونة العيش وزهده في هذه الدنيا وزخارفها وانتظاره ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحديث أيضا مما يذكر يعني في فوائده كما ذكر العلماء، قالوا أنه ينبغي للإنسان أن يجعل آخر عمره محلا لترك الزينة وأن يركن للعيش الخشن خصوصا في آخر عمره. طب ليه الإشارة بتاعت آخر عمره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مقتبل عمره وفي حياته حتى بعد البعثة كان يلبس صلوات الله وسلامه عليه من الثياب القطن، وكان يلبس الحرير قبل تحريمه، وكان يلبس يعني الثياب التي ربما يعني هي ألين من هذه الثياب. وكأن العلماء يقولون أنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم صار صلوات الله وسلامه عليه يلبس الخشن لعدم انشغاله أصلا يعني ثياب أهل الدنيا ولا أحوال أهل الدنيا. ولذلك يقولون ينبغي للإنسان أن يجعل آخر عمره محلا لترك الزين. الإنسان كل ما يكبر في السن فالأفضل في حقه أنه يزهد، لأنه اقترب من لقاء ربه واقترب من الجنة بإذن الله، فهذه الدنيا صارت لا قيمة لها، فخير له أن يزهد فيها وينتظر ما عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا قالوا أن فيه أنه ينبغي أن يتخذ الإنسان من الثياب الوسط والقصد، أن الإنسان أيضا في حياته عموما ينبغي أن يتخذ من الثياب الوسط، بمعنى أنه لا يأخذ من الثياب اللي هو فيه طرف وفيه رفاهية، لأنه قد يكون سبب في قسوة القلب والاستعلاء والكبر ونحو ذلك. ويأخذ أيضا القصد من باب أنه يحدث أيضا بنعمة الله عليه. أيضا مما ذكره العلماء قالوا أن فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حفظت عائشة رضي الله عنها ذلك للتبرك به. ولكن ننبه أنه لا دليل فيه لمن قال بالتبرك أن فيه دليل على التبرك بآثار عموم الصالحين، بآثار عموم الصالحين لا دليل على ذلك، كما ذهب إليه المناوي وذهب إليه ربما الشوكاني وغير هؤلاء
إلى جواز التبرك بآثار الصالحين، وهذا لا يثبت. الصحيح عدم جواز التبرك بآثار الصالحين، وإلا لا يعرف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. كانوا هم أحوج إلى أنه يتبرقوا بأثار بعضهم البعض، وما فيش مانع يمنع من ذلك، ومع ذلك لم يفعلوا، فدل على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. قال: فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، لكن رجح كثير من أهل العلم صحته، وصححه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: بينما أنا أمشي، أي الصحابي يذكر، يعني يقول: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي وراء، أو يعني هذا الرجل يمشي وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فقال: ارفع إزارك. إزار كما ذكرنا هو ما يستر البدن من أسفل. فإنه أتقى وأبقى. أتقى، قال العلماء، يعني أقرب إلى سلوك التقوى، إن رفع إزارك ده سبيل لأن تكون تقيا، وأن هذا يجعلك تسلك سلوك أهل التقوى. لماذا؟ لأن سبال الإزار قد يكون سببا في الكبر والخيلاء، فتبتعد عن طريق التقوى. وفي رواية: ارفع إزارك فإنه أنقى. وأنقى هنا أي أبعد عن النجاسات، وأنه فيه النظافة، لأن رفع الإزار يعني معناه مش هيمس الأرض فيأخذ من النجاسات في الأرض ونحو ذلك. فإنه أتقى وأبقى. أبقى يعني أحفظ لثوبك من التلف، يعني في مصلحتين: مصلحة دينية ومصلحة دنيوية. مصلحة دينية أنه لقلبك، إنه ده من دواعي التواضع، لأن الإسبال من دواعي الفخر والكبر. وأبقى مصلحة دنيوية، لأنه ثوبك بدل ما يبقى بيجرجر في الأرض فهيدوب، زي ما احنا بنشوف كده الناس حتى في هذا الزمن، تلاقي اللي هو بنطلونه بيجرجر في الأرض أو ثوبه بيجرجر في الأرض، عموما بيدوب بسرعة وبيبلى بسرعة. فانظر إلى أن عدم الإسبال فيه مصلحة دينية ومصلحة دنيوية للإنسان. قال: فإنه أتقى وأبقى. قال: فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي بردة ملحاء. قيل إنه رد الصحابي هذا يقصد به ماذا؟ إنما هي بردة ملحاء، يعني هي مليحة نفيسة لا تقطع يا رسول الله. يعني يا رسول الله دي غالية وأنا شريها بقد كده، يعني فأنا يعني كده هقطعها. ده تفسير بعض العلماء، وبعض العلماء رد هذا التفسير وخطأه وقال: لا، التفسير ده غير صحيح، لأنه أصلا العرب
يفهموا أصلا الكلام كويس. هيقطع إيه؟ هي لو مليحة مش هيقطعها أصلا، لأنه الإزار سهل إنه يعمل إيه، يلفه على وسطه كده يروح الإزار إيه طالع فوق. عارفين إحنا ملابس الإحرام نلف كده بس على الوسط يقوم طالع لفوق خلاص. وقيل أنها ملحاء، يعني يا رسول الله هذه مبتزلة، عكس بقى أنها بردة ملحاء يعني بردة مبتذلة، دي رخيصة ولا لها قيمة ولا لها ثمن، دي بشتغل بيها، دي بتاعت الشغل يعني، لابسها أنا بتاعت الشغل يعني، فأنا مش قاصد بها خيلاء ولا حاجة يعني، ولا لابسها عشان زينة ولا حاجة يعني. كأن الصحابي يقول له يا رسول الله ده أنا الطول ده مش قصدي بيها اختال، ده هي أصلا البتاعة نفسها دي بتاعت الشغل بتاعي، فأنا مش قصدي اختال بيها يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لك في أسوة؟ أما لك في أسوة؟ يا سلام، شوفوا الطريقة الدعوية الجميلة دي، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم به من أسلوب إلى أسلوب. لما قال له الأسلوب اللي هو فيه نوع من البيان المجرد إن صح التعبير أن هذا حرام، قال له كده أن ده حرام، أنه أتقى وأبقى، فكأن الرجل رضي الله عنه فعل شيئا من الجدل، دي قديمة يا رسول الله ملاش قيمة وأنا أصلا مش بختل بها ولا حاجة. فانتقل إلى أسلوب آخر فقال: أما لك في أسوة؟ يعني شوف ثوبي. فعند ذلك الرجل هيفعل ماذا؟ خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يعني ايه رايك؟ طب ما تعمل زي، اما لك في اسوه؟ الاحسن ان تبقى زي ولا تبقى مخالف ليا؟ اما لك في اسوه؟ ولذلك دي طريقه دعويه جيده جدا، ان ممكن ان احنا ناخد الناس بيها، انه لو حاجه فيها نوع من هذا النوع ان احنا نقول له: طيب تبقى عايز تبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ عايز تبقى شبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ زي اللحيه مثلا، تقول له اللحية حلقة حرام وكيت وكيت، يقول لك أصل وفلان قال وعلان حصل وفلان كان وعلان كان، نقول له: طب النبي صلى الله عليه وسلم مش كان ملتحي؟ طيب مش نفسك تبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم والأحسن تبقى شبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه، فإذا إزاره إلى نصف ساقيه، فوجدت الإزار بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لحد نصف الساق. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم استحباب كون الإزار إلى نصف الساق، والإزار كل ما يدخل في معناه اللي هو ما يستر أسفل البدن، بنطلون قميص نحو ذلك. قال: فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. أما الحديث الثالث قال: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنساف ساقيه، وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنساف ساقيه، الإزار بتاع عثمان كان لحد نصف ساقيه، وكان يقول: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه عظيم اقتداء الخلفاء رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع والأخير في الباب قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. حقيقة الرواية هنا نقصة، لأن الرواية الكاملة قال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.
يقول حذيفة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقيه، شك يعني من حذيفة أو من الراوي عنه، يعني مسك رجله، مسك رجله كده النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا موضع الإزار، عند نصف رجله كده عند نصف الساق، قال له هذا موضع الإزار، ده الحد الذي هو نهاية الإزار، الحد الذي هو نهاية الإزار. قال فإن أبيت، لو أنت يعني ما انتش قادر تعمل كده، فأسفل، فأسفل يعني ماذا؟ يعني انزل تحت شوي. قال فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، يعني معك من نصف الساق إلى الكعبين، خلي إزارك في درجة من الدرجات دول، من أول نصف الساق لحد الكعبين، أما تغطية الكعبين وما بعد الكعبين فلا يجوز، فلا حق للإزار في الكعبين. فهذا الحديث فيه يعني دليل على عدم جواز الإسبال أو إسبال الثوب إلى الكعبين فضلا عن ما بعد الكعبين، ما بعد الكعبين، الخلاف بين العلماء إلى الكعبين ولا مع الكعبين، إلى يعني لا يبلغ الكعبين، إنما غايته أن يصل إلى ما قبل الكعبين، أما ما بعد الكعبين فباتفاق أنه منهي عنه، لكن بتفصيل يعني بين العلماء. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف الإزار هو نصف الساق، هو نصف الساق. طيب احنا زمان اول ما الصحوة بدأت كنا الصور دي بنجدها كتير، دلوقتي للأسف، دلوقتي احنا حتى القميص الأفاطين يعني بقت فيها إسبال، يعني فضلا طبعا عن البنطلونات اللي خلاص كتير من الناس وكتير من المتدينين موضوع البنطلون خرجوا من القصة خلاص، فعادي بقى بيلبس بنطلون ينزل على الكعبين ومفيش حرج عنده في ذلك، والصحيح ان البنطلون حكم وحكم الإزار. قال الإمام النووي رحمه الله القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف الإزار هو نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، الجائز ما تحته ما تحت نصف الساق إلى الكعبين، وما نزل من الكعبين، وما نزل من الكعبين، النووي بقى بيقول فإن كان للخيلاء فممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنزيه. الإمام النووي ده من رأيه من أخف الأقوال في هذه المسألة، هو بعض أهل العلم يعني بيقول فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم، لو هينزل تحت الكعبين وخيلاء ده باتفاق العلماء حرام، وإلا فمنع تنزيه، ودي محل الخلاف، يعني من نزل ثوبه بعد الكعبين لكنه لا يقصد به الخيلاء كما يقول النووي، فالعلماء منهم من يقول هو حرام أيضا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول هو مكروه كراهة تنزيه زي النووي رحمة الله عليه كده. اللي قالوا بالتحريم قالوا الأحاديث كلها فيها أن جر الثوب هذا محظور، وقد جاء في الحديث الآخر ما بعد الكعبين ففي النار، ما بعد الكعبين أو ما تحت الكعبين ففي النار، وهذا من أصرح الأحاديث أو من أقوى الأحاديث التي يستدل بها من يقول بالحرمة مطلقا للإسبال مطلقا سواء بخيلاء أو بغير خيلاء. الذين قالوا بأنه إذا لم يكن خيلاء اللي هو نزل تحت الكعبين بس مش قصد خيلاء، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لكن في الحقيقة غفل هؤلاء الأفاضل رحمهم الله عن بقية الحديث من أنه فيه الدليل على التحريم أقوى من الدليل على الكراهة.
دليل على التحريم أقوى من الكراهة. والحديث في بقيته: فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنت بتقول اللي هيجر ثوب خيلاء لا ينظر الله إليه، ده أنا أحد شقي بيسقط كل شوية يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، إلا أن كل شوية أروح أعمل أشد الإزار بتاعي كله شد. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا نحيفا لا يثبت الإزار في حقوه، ما بيمسكش في وسطه رضي الله عنه وارضاه، لأنه نحيف رضي الله عنه. فكان الإزار ينزل كده ساعات يروح نازل، يوم أبو بكر يعمل إيه؟ لأنه قال رضي الله عنه: إلا أن أتعاهد ذلك منه، ما بيسيبهوش. يعني أبو بكر مع أنه هيجي بقية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. شهادة هي: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. ومع ذلك أبو بكر رضي الله عنه كان يعمل إيه؟ يتعاهده رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك الأقرب في الحقيقة التحريم لما بعد الكعبين وليس الكراهة. ومما استدل به العلماء على التحريم ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره جر الإزار على كل حال. كان ابن عمر كما قال الحافظ رحمه الله، وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار على كل حال، يعني خيلاء أو غير خيلاء يقول لا لا يجوز. قال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: هو من تشديداته رضي الله عنه. بيقول الحافظ في الشرح قال ابن بطال: ده من تشديدات ابن عمر، إن اللي هو هيجره مش خيلاء حرام. فبيقول هو من تشديدات ابن عمر، وإلا فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم. بيقول هو اللي روى الحديث بتاع أبو بكر ده، وإنه هو الحديث فيه خيلاء. فبيرد بقى الحافظ ابن حجر قال: قلت بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة أم لا. يقول الحافظ: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك، قصد سواء كان عن مخيلة أم لا. كلام رائع جدا في الحقيقة. اللي هيقول أنا لا، ده أنا مش قصدي مخيلة، أنا مش بطول الثياب بتاعتي مخيلة، نقول له القصد ذاته ده دليل على المخيلة في الحقيقة. ليه؟ طيب لو أنت راجل خايف من الحديث، طب بتحط نفسك ليه في الموضوع؟ بتحط نفسك ليه في الخطر ده؟ لو أنت خايف والأمر عندك ما يفرقش إنه يكون الإزار قصير بتاعك ومش مشكلة عادي لو هو قصير، يبقى أنت في الحالة دي هتتورع عن ذلك. إنما لأجل إنك شايف إنه لأ، لو أنا قصرت الثوب ده شكلي هيبقى مش قوي، شكلي هيقل، فأنا كده مش هبقى يعني لا أنا عايز يبقى شكلي كده فيه. هذا نوع من الخيلاء في الحقيقة، هذا نوع من الخيلاء. بل بعض العلماء يقولون إن المخالفة في حد ذاتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم الخيلاء. طب أنت عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيسبل، طب أنت تسبل ليه وتقول لا ده أنا مش قصدي؟ طب بتسبل ليه؟ طب ما تخليك زيه. وإلا كما يقول بعض العلماء أن هذا من أعظم الخيلاء، المخالفة، تعمد المخالفة. عشان كده الحافظ يقول بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد. هو عارف ان الثوب بتاعه طويل، البنطلون القميص البتاع ده القفطان نحو ذلك، وسيبه طويل قاصد. فهذا في الحقيقة ده يدل على قصد فعل شيء قد حذر منه الشرع، فهذا نوع من الخيلاء. ولذلك المسلم من باب عليه ان يتورع عن ذلك وان يتقي ذلك. فإن إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا أنسى في ساقيه، فأين نحن من ذلك؟ نحن ما حتى وصلنا إلى الكعبين عند البعض، ما وصلنا إلى الكعبين، فأين هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه؟ ولذلك فليتقي الله كل مسلم وليخشى الله تعالى، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بعد الكعبين
ففي النار. نسأل الله العفو والعافية. نقف على باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.